صقر شباب قاعد يشربون شاي فين حاشت روح عربي بالسلاح روح عسى ما شاء الله يخليك في شباب لاحقيني برا منو هذول الشباب هني موجودين برا وينهم هذول ما في حد برا عمي الله يخليك ابي اروح بيتنا ان شاء الله راح اوديك بيتكم بس انتي هدي بالك خلني اجيب لك ماي واوديك بيتكم ولا تخافين دام انا موجود ما حد راح يقرب صوبك بس هدي بالك وسريحي خلني اجيب لك مي وديك بيت. شاب. يلا. تفضلي يا هيا، تفضلي خلينا نقعد نتفاهم. هيا، خلينا نمشي. ماني ماشية. لازم أعرف شيء عن بنتي مشاعل، وين بنتي؟ الو الو يمانا كان جاي البيت مشعل انت وين لما هي فهمت كل شيء انت فيك شيء انا الحمد لله بخير لما هي بقول لك كل شيء مشكور عمي ما قصر العفو يابا يلا قومي خلينا نوديك بيتكم يلا استغفر الله العلي العظيم مشعل اخذكم مايه مشعل لا يما ما يتلاشي هي بكلمتك اتصلت فيني تلفون وقالت انها جايه البيت وكانت تبكي زين هي لما كلمتك ما قالت لك هي وين ما قالت لي وين هي في قالت لي بنتي البيت مشاعل اختي يما مشاعل مشاعل يما ليش انت وين بتجي بغيت اموت يا يما وين كنتي وين كنتي مشاعل تحكي ايش فيك مشاعل تركي انت قلوبنا يما وين كنتي خطفوني وانا ها؟ منو اللي خطفك؟ سببوا فيه شيء يا يما منو؟ ليش؟ يما ما اعرفهم ما اعرفهم مشاعل يما سووا فيك شيء؟ ما تحكي سووا شيء ولا لا؟ لا بس حطوني بغرفه وقفلوا علي ها؟ زين تعرفين اشكالهم ومواصفاتهم؟ اي اعرف اشكالهم بس الريال اللي وصلني موجود برا هو بالشاليه اللي يمه زين يلا 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 لازم نروح نفهم الموضوع هذا ما يسكت عليه لا حول الله لا حول الله امشي يلا 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 امشي يما